فاش خرج هذا الفيلم المسؤولين ديال المركز السينمائي الروسي كعاو وما حملوش حيت جاو ميت وناقص دايناميزم. هو يجاوبهم أندري، قال لهم اسيدي انا بغيت هذا الفيلم ثقيل وحامض باش بنادم المطنق اللي مريح كيتفرج في قاعه سينما ينوض يخرج قبل ما تبدا لاكسيون ديال بصح. الفيلم كيعاود الحكايه ديال واحد السيد خدمته هي ستوكر اللي هو قيد متخصص في واحد البلاصه اللي سميتها ذا زون. جاو عنده جوج ديال الناس كاتب وعالم باش وصلهم لذا الروم واحد البلاصه كاينه في ذا زون، واللي يدخل ليها ذا الروم كتحقق ليه اكبر امنيه عنده. باش نكونوا مفاهمين، خلافا الافلام اللي دويت عليها لحد الان واللي كانت كتسبق الحكايه على العمق، هذا من الافلام اللي الحموله الفلسفيه والشعريه ديالهم اهم من الباقي. دوك زير معنا ولا نوض شوف لك ميدر. واخا عارفك ما عمرك ما تشوفه و حتى الا شفتيه ما تكملوش، هادو ثلاثه ديال الحوايج اللي غادي يحلوا لك عينيك على شنو اللي واقع فيه وعلى اظلم الرغبات اللي عندك. بحال دوك النكات ديال هذا امريكاني وفرنساوي ومغربي. هاد الفيلم كيصيف ثلاثه ديال الناس مختلفين لذا زون، بلاصه غريبه ومجهوله ودينجرس حيت ما كتخضعش لقواعد الفيزياء اللي كتحكم العالم ديالنا. فوز ذا زون كاين ذا روم اللي كتحقق امنيات الناس، وكل واحد من هاد ثلاثه غادي ليها الامنيه مختلفه. الكاتب قال لك اسيدي غادي تما حيت خايف يضيع الالهام ديالو وباغي يزيد ينمي الخيال والافكار ديالو. العالم الفيزيائي غادي لتما حيت كيحلم يربح نوبل برايز. وستوكر هو اللي عارف الطريق اللي كتوصل لذا روم. هاد الثلاثي عجيب حيت كيمثل ثلاثه ديال الاطراف في المجتمع ديالنا. الكاتب اللي كيمثل القلب، الفن، الاحساس، الابداع والرقه في المشاعر. العالم هو العقل، البرهان، التجربه، الاقناع والمنطق. وستوكر اللي هو القيد ديالهم، المرشد الروحي، حيت هو الوحيد اللي كيعرف الطريق اللي كيوصل داكشي اللي كيامنوا به، وبلا به عمرهم يقدروا يلقاو ولا يوصلوا ليه. والغريب هو فاش كيوصلوا قدام ذا روم، العقل اللي هو العالم والعقل كيجبد من ساكو قنبله ديال 20 كيلو طن باش يفرقع ذا روم. علاش؟ حيت ما بغاش الناس يستعملوها لمصالح شخصيه. وشكون اللي كيتعارض معاه؟ ذا ستوكر اللي هو المرشد الروحي وحارس المعبد. يودي على ذا روم تقدر تحقق اي حاجه ولكن محتاجه بنادم يحميها. قبل ما يوصلوا لذا روم ستوكر كيعاود لهم حكايه ديال ستوكر اللي تعلم على يدو الحرف. هاد الشيخ ديالو كان سميتو بوركيوباين. بوركيوباين واحد النهار دخل ذا روم وخرج منها لاباس عليه واش نقراص. قبل ما تدخل ذا روم خاصك تدوز من واحد البلاصه سميتها ذا ميت جرايندر اللي هي واحد التويشيه خاص يموت فيها شي واحد باش يقدروا يدوزوا لذا روم. معقده غير ركز معايا. وغير وصلوا ليها الكاتب قلع الحكايه الكامله والحقيقيه ديال بوركيوباين. الشيخ بوركيوباين كان صيفط خوه لذا ميت جرايندر باش يموت، ومن بعد بوركيوباين كان يدخل ذا روم وكان يطلب منها تحيي خوه، ولكن ذا روم ردت لاباس عليه في بلاصه ما ترد ليه خوه. علاش؟ حيت ذا روم ما كتسمعش الامنيه ديالك. ذا روم كتشوف اعمق امنيه مخبيه في الخاطر ديال القلب ديال الروح ديالك، وهذيك الامنيه اللي كتحقق لك. وبوركيوباين كان كيبغي الفلوس اكثر من خوه، وهذيك الامنيه اللي حققت ليه. وفاش عرفها نتا؟ فاش بدات الطايفه بين مول العقل ومول الايمان، ناض مول القلب الكاتب هو يقول لهم ذا روم ما عمرها ما تنفع شي قرض، حتى هي كتشوف في الحقيقه ديال القلب ديال الانسان. اذا عمر شي واحد ما يقدر يخدمها لمصالحه الشخصيه. داكشي علاش مول العقل فصل القنبله ديالو بلاحة دار بنقص. الفكره ديال ان اعمق رغبه عند الواحد يمكن ما يكونش هو براسو عارفها، ومن الاحسن ليه انها ما تحققش كاع، فكره كتخلع. وهاد الفكره خلعتهم حتى هما الكاتب والعالم، حتى لدرجة أنهم بدلوا رأيهم وما دخلوش لذا الروم. وحيت ما دخلوش دوك الجوج لذا الروم، فاش رجع ستوكر لدارو، جلس كيبكي وكيتحسر على ضياع الإيمان من المجتمع. حتى شي واحد ما بقى كيآمن بشي حاجة، وبالنسبة ليه داكشي علاش العالم ولا خايب ومخمر. وهادشي كيحيلنا على ستوكر براسو، المرشد الروحي. جوج شخصيات الآخرين عرفناهم علاش مشاو لذا الزون، ولكن هو أش داه لتما؟ كيقول بانه مشى لتما غير باش يعاون الناس الاخرين يحققوا الامنيات ديالهم، ولكن هذا السبب ماشي كافي. ستوكر يلا دوز سنين ديال الحبس، من بعد ما تشد هو خارج من ذا زون. عائلته عايشه في الفقر والخوف، وبسبب كثره الدخول والخروج لذا زون اللي فيها شي اشاعات وشي تخربيقات تزاد ليه بنيته معاقه، ويمكن كاع حتى ما بقاتش بنادم. ملي هو غادي خيطي بيطي لذا زون وكيوصل الناس حتى للروم، علاش ما يدخلش هو ويطلب انا بنتو الدواء؟ ياك هو المرشد الروحي وعارف الطريق وعنده الايمان الاعمى بذا الروم، شنو هي الحاجه اللي كتمنعو من انقاذ بنتو؟ الخوف. يا خايف يكتشف ان ايمانه بذا الروم ضعيف، ولا خايف يكتشف ان ايمانه بذا الروم
اقوى من حبه لبنته.